اللجنة البارالمبية عقيل مفتن انه لم انام الليل اذا اني ما اسوي فلان شيء واني ضد عدنان درجال واني فاني تواصلت ويا الاستاذ عقيل مفتن يعني قبل حتى دخول الزميل حيدر زكي بالسجن يعني والله يفك اسره ان شاء الله باقرب وقت يعني. بصراحه تحدثت وياه قلت له يابا هوايه تصريحات تنسب الك اكو هيك حكي كلام واحد جاوب قال انا ما اريد اروح للقضاء واقاضي ذولي قال بس توصل مرحله اجيبهم وافضحهم امام الملأ اي واحد يكتب ينزل منشور يصرح بدون علمي او نيابة عني اني هذا راح يكون عقابه وياي يختلف. قلت له ممكن يدعموك ممكن هم حابين عملك قال هذا مو دعم هذا تسقيط. اللي ينزل منشور ويقول الكابتن والرئيس اللجنة الأولمبية أمل مهرجان والكابتن عدنان درجال ما سوى له دعوة، لا الرجال سوى دعوة الكابتن عدنان درجال والاتحاد بعث بغالب الزاملي. هذا النفاق وهاي التسقيط الغاية منه شنو؟ فمن حكيت وياه قال نهائيا لا أمتلك صفحة عدا صفحة اللجنة الأولمبية ولا أمتلك موقع، وإذا أريد أصرح أنا عقيل مفتن أطلع بأي قناة أو أخابر أي واحد من الزملاء أو أخواني أقول يا أبا عندي فلان موضوع أصرح به. فقال أنا أحذر من هذا الموضوع اللي يحكي نيابة عني أو اللي يكتب باسمي أو غيرها أنا أحذره. مرة مرتين ثلاثة توصل المرحلة أجيبه خلال ثلاثة أيام وقدام العالم اخزيهم هاي الاشخاص اللي جايه تكتب بالنيابه عني. والمعروف يعني هو موجود اشخاص جدا قريبين على الاستاذ عقيل مفتن احمد العلوشي واستاذ جعفر العلوشي، اذا اكو شيء اكيد هم اول ناس ينزلون الخبر. بس انا استغرب هؤلاء ليش ما يردون على ذولي؟ شنو السبب؟ ليش ما يردون من ينزلون خبر كاذب يخص رئيس اللجنه البارالمبيه وانتم قريبين علي الاولمبيه، ليش ما تردوهم؟ قابلين بهذا التصرف؟ طبعا هذا شخصيا على لسان الاستاذ عقيل مفتن. بنفس الوقت اليوم هاي الصور اجتماع، كان اجتماع بقطر ويعني بصراحه من خلال الحديث انه كل شيء قدم من اجل انه تكون استضافة بارامبياد الأولمبياد أو للشباب 2025 تكون بالعراق. زين الرجل من ده يعمل هذا العمل غير أكو دولة اليوم تسنده؟ هساوى الرجل الله موفقه ووضع المادي زين، بس يعني ليمتى؟ مو هذا باكر عقبه يمل نخسره، صدقوني نخسره نخسره ونبقى همينة على نجم مثل ما كان الكابتن رعد حمودي. شنو القدمة هسا؟ مو ده تشوفون رجال يصرف وينطي ويروح ويجي وكل الاعلاميين ما فد يوم راح الاعلامي ما صرح ليه راح الاعلامي اتعامل وياه بفوقيه مثل ما نشاهد البعض من المسؤولين. ليش؟ خلينا ندعم يا دوله رئيس الوزراء، ادعم الاولمبيه، ادعم البارالمبيه، ادعم هاي المؤسسات. القدم 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 والبارحه الساحه صفرة. موسى همينا من نحكي يقول لك ها انت جاي تسقط ابو فلان، ادعم هاي الرياضات خلي نروح نبني بقيه الرياضات. يعني جريمه، ناس دا تشتغل للعراق راح اليوم القطر يريد يجيب دول عربيه تجي ويشوفون العراق قبل الرياضه بس قدم. فأنا يعني رساله لدوله رئيس الوزراء اهتم باللجنه الاولمبيه، هذا الشخص اليوم الله موفقه مثل ما كابتن عدنان درجال الله موفقه ودا يشتغلون، خلونا ندعمهم يا ناس، خلونا نوقف وياهم، خلونهم يقدمون. وبوقت اللي يخفقون انا اول واحد اطلع اقول له ترى انت خفقت، ترى انت كنت بس تحكي كل شيء ما قدمت. ورساله لك يا استاذ عقيل الله يخليك ابعد بعض الاتحادات الموجوده عندك اللي ما تقدم انجاز، ابعدهم لهاي الاتحادات المعشعشين.